ضيف فريد او ضيفة فريد على قناة انفاس بريس هو مواطن ولا مواطنة كنسولوه ولا كنسولوها باش كتحلمي؟ كل واحد باش كيحلم وكل واحد الحلم ديالو. بغيتو تعرفوا الحلم ديال هذا الشاب؟ اجيو معايا. السلام عليكم. السلام. الشباب بخير. مرحبا خويا، شنو كتحلم تكون في حياتك؟ الحلم ديالي. الحلم ديالي انا الصراحه كان عندي جوج احلام، كنت كنتمنى انني نكون لاعب كره القدم. الحلم الاول لانني الصراحه كنت كنلعب مزيان والدرب اللي كنت ساكن فيه في الدار دابا عندي شي جوائز شحال ديال الجوائز. ود كازا. اش من درب كتسكن فيه؟ درب السلطان. درب السلطان ولا درب السلطان الكويرية؟ ودادي ولا راجاو؟ راجاو باين ولا درب السلطان. كنت كتحلم تلعب مع الراجا؟ كنتمنى مع الراجا، ولا كنتمنى الصراحة كنستاهل انني نكون مع شي فرقة. الدراري فين ساكن كلشي كيعرفني، وكاع الدراري اللي كنلعب معاه عندي شي تورنوات، عندي ميداليات، عندي بزاف ديال الجوائز في الدار. وعلاش ما كملتيش هذا الحلم هذا؟ كملت هذا الحلم ما لقيتش اللي يوقف معايا الصراحه، وعانيت بزاف بين القرايه وبانك تريني وبينك انك تخدم. انا كبرت في واحد العائله فقيره بزاف، ما كنقرا خاصني في الصيف، خاصني انا ما كنريش، الناس كتسافر، انا خاصني نمشي نخدم على قبل والدي، بان انا كبرت في ديك العائله فقيره. وكذلك سميتو لونطريم ما كنمشيش للتدريب، لعبت مع شيامات كنا ساكنين في الدروه، وكنت لعبت مع وفاء الدروه، كانوا ديك الساعه كيلعبوا في الطروازيان ديس، لعبت معاهم تقريبا واحد العام وما كملتش. ودابا باقي كتلعب كوره ولا والو؟ باقي كنلعب كوره ضروري، كوره واخا انا ما نلعبش مع شي فرقه كتبقى فهمتي هوايه، وضروري من انني كوره خاصها تبقى ديما بالحلم ديالي. انا من الصغر ولفت كوره، وكي قلت لك هذا هو الحلم ديالك، انني نتمنى نلعب مع شي. ودابا مثلا شي مسير ديال الرجاء البيضاوي يعني شاف الفيديو بغى يحقق لك، يعني يحقق لك الحلم ديالك ترجع تلعب مع الرجاء؟ والله شي نلعب مع اي فرقه كما كانت، واخا انا الحب ديالي هي الرجاء، ولكن انا فهمتيني باغي نلعب مع شي فرقه كما كانت في قسم الثاني. والصراحه الشيء اللي بحق اللي حقق لي هذا الحلم عمري ما نسى خير ولا في الدنيا ولا في الاخره. هذا هو الحلم الاول ديالي. هذا هو الحلم ديالي، وشتي ان شاء الله تحقق هذا الحلم وبت مع شي فرقه ولا شي نادي ان شاء الله. تعطيني التوني ديالك؟ نعطيك التوني ديالي. يبقى عندي ذكرى. ضروري. كتلعب؟ انا كنلعب جناح ايمن. السبعه؟ السبعه. كنتمنى انهم يعيطوا عليك المنتخب؟ عرفتي كنتمنى تعيط عليا شي فرقه، شي فرقه نلعب معاها. الصراحه انا شي واحد دي معايا الدار ويشوف ذوك الجوائز اللي عندي والشواهد والتورنوات اللي ديت من السابعه والثامنه حتى الكاطريان. شمن لعاب كنت انتيا يعني شي لعاب كيعجبك؟ اللاعب اللي كان كيعجبني انا هو كريستيانو رونالدو. انت كنت متاثر بيه؟ كنت متاثر بيه، وكنت كندير تقريبا بحال اللعب ديالو، الدراري كاملين ديال الدرب كانوا كيقولوا لي انت راه كريستيانو. يعني كدير ديك اللعيبه ملي كيماركي ديك اللعيبه كديرها؟ شاركت الصراحه ما كنزقلش انا، ماشي كندير ديك اللعيبه، انا كنصل تونس. رسالتك يعني المسيرين ديال الرجاء ولا ديال اي فرقه؟ رسالتي انا اي فرقه كي قلتي انت، اتمنى انا شي نادي كما كان بروميان ولا دوزيام بسيري ولا طروازيام، اتمنى ان يعيط عليا وندخل معاهم لونطريما ونلعب معاهم ماتش ولا جوج، اللي ما عجبتوش يجي يصيفطني بهالي. وكنتمنى الصراحه من دوك الناس اللي كيسميهم بحال الجمعيات وهذا الشيء يتعاونوا الصراحه مع الشباب، ويشوفوا دوك بحال دوك الدروبه ودوك القوره ودوك يعني كاينين مواهب، يديروا تورنوات، يديروا تورنوات، يكتشفوا مواهب. كاينين مواهب صراحه ضائعه، ولكن منتخب راه كيبانوا شي لعاب الصراحه، انا كنشوفه داخل والله كيبقى فيا الحال، كنقول شو انا ما كنلعبش وشو لاعب ما كيعرفش تي بلوكي يعني كوره. يعني في المنتخب ما كيبلوكي حتى كوره؟ في المنتخب وحتى في البطوله ديالنا ما كيعرفش تي بلاكي بلوكي كوره، كنشوف كنقول شوف انا وشوف هذا، كيبقى فيا واحد الحال الصراحه. كنتمنى الحلم ديالك يتحقق.